طريقة عمل الفراخ المشوية في البيت في الفرن بالصور. نقدم لكم اليوم طريقة عمل الفراخ المشوية في البيت في الفرن بالصور، حيث تعتبر الفراخ من الوجبات الرئيسية والمحببة لدى كل بيت، كما يرغب الكثيرون في الابتكار في تقديم الفراخ بعدة أشكال مختلفة، منها ما هو مشوي على الفحم ومنها المشوي في الفرن ومنعا الفراخ المحمرة وغيرها. طريقة عمل الفراخ المشوية في البيت في الفرن بالصور. تمتلك الفراخ قيمة غذائية عالية، حيث تمد الإنسان بالعديد من العناصر المهمة لسلامته، كما يرغب كل امرأة في التفنن في المطبخ لتجهيز الفراخ بأكثر من طريقة، ونقدم طريقة عمل الفراخ المشوية في البيت في الفرن بالصور لكي تستطيع أن تقدمها لأسرتها. مكونات وصفة الفراخ المشوية في الفرن: دجاجة مغسولة جيدا، بصلة مقطعة، فص ثوم مهروس، 3 ملاعق من الزيت، 5 ملاعق من الخل. واحد ملعقة من صلصة الصويا، 3 ملاعق من الحليب السائل، 3/4 ملعقة ملح، 1/2 ملعقة من الكزبرة ناشفة مطحونة، 1/2 ملعقة فلفل أسود، 1/2 ملعقة فلفل أحمر، 1/2 ملعقة بابريكا، 1/2 ملعقة ثوم مفروم، 1/2 ملعقة من بودرة البصل، 1/2 ملعقة من مطحون الزنجبيل. كيفية تحضير وصفة الفراخ المشوية في الفرن. نقوم بوضع جميع المقادير في إناء لمدة 30 دقيقة في الثلاجة، وذلك لكي تخرج عصارة البصل والثوم ويأخذون طعم التتبيل. يتم حشو الدجاجة بالبصل والثوم بالإضافة إلى جزء من التتبيلة، ويتم دهنها ببقية التتبيلة من خارجها، ويتم وضعها في كيس بلاستيك وتركها في الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات. ثم نأخذ الدجاجة ونضعها في سيخ الشواية الخاصة بالفرن ونثبتها جيدا، ثم ندخلها إلى الفرن ويتم تشغيل الشواية لمدة أقلها ساعة حتى يتم النضج. مكونات وصفة الفراخ المشوية في الفرن: 2 دجاجة، 1 كوب من الزبادي، 1/1 عدد من الطماطم، بصلة، عصير ليمونة، معلقة كبيرة من البابريكا، 1/2 ملعقة ثوم مهروس، رشة ملح، 1/2 ملعقة بصل بودرة، فلفل. كيفية تحضير وصفة الفراخ المشوية في الفرن. نقوم بوضع جميع المقادير في الخلاط، ثم نقوم بتتبيل الدجاج بها ونتركها مدة 12 ساعة في الثلاجة. نقوم بوضع الدجاج في الفرن حتى تستوي. طريقة عمل الفراخ المشوية في البيت. بالنسبة إلى طريقة عمل الفراخ المشوية في البيت في الفرن بالصور، قد تواجه بعض الأسر بأن أولادها يرغبون في شراء الدجاج المشوي من الخارج لاختلاف الطعم، حيث في الخارج أفضل من المنزل، ولكن هناك طريقة عمل الفراخ المشوية في البيت، حيث أن طريقة عمل الفراخ المشوية في البيت من الطرق التي تجعل كل فرد يستمتع بطعم الفراخ. مكونات وصفة الفراخ المشوية في البيت: دجاجة متوسطة مغسولة جيدا ومقطعة إلى نصفين، بصلة متوسطة، 6 فصوص من الثوم، 3 طماطم، 3 ملاعق من الخل، 3 ملاعق من عصير الليمون، 1/2 كوب خضراء مفرومة شبت وبقدونس، 3 فلافل أخضر، 1/2 بابريكا، 1/2 بهارات فراخ، 1/2 زنجبيل، 1/2 حبهان مطحون، 1/2 ملح وفلفل أبيض. كيفية تحضير وصفة الفراخ المشوية في البيت. أقوم بضرب كل من الثوم والبصل والفلفل الأخضر والكزبرة والبقدونس والطماطم في المفرمة، ثم نضع بقية المكونات إلى هذا الخليط في إناء. نقوم بعمل بعض الشقوق بالسكين في الفراخ، ثم يتم تبديلها جيدا. نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة 4 ساعات، ونقوم بوضع التتبيلة داخل الفرخة،
ثم نقوم بوضعها على الشواية وبعد ذلك نضعها في فرن ساخن، ويتم تركها حتى تنضج الفراخ. طريقة عمل الفراخ المشوية بالزبادة: تعد طريقة عمل الفراخ المشوية بالزبادي من الطرق المبتكرة والرائعة، كما أنها تعطي طعماً مختلفاً للفراخ، كما أن طريقة عمل الفراخ المشوية بالزبادة تجمع العديد من فوائد الفرخ فوائد الزبادي. مكونات وصفة الفراخ المشوية بالزبادة: دجاجة بصلة مقطعة، 3 حبات من الهيل، ملعقة صغيرة من القرفة، فصين ثوم، قليل من الملح، ثوم مفروم، علبة صغيرة زبادي، 0.5 ملعقة صغيرة كزبرة، رشة الملح، ملعقة من بهارات دجاج، خضروات مشكلة، جزر وطماطم وفلفل وبصل أخضر. كيفية تحضير وصفة الفراخ المشوية بالزبادة: نضع الدجاجة في كيس بلاستيك ونضع عليها 1 لتر من الماء، ثم نضيف البصل والثوم والقرفة والهيل والملح والكزبرة والقرفة، ثم نغلق الكيس. نضع الزبادي في إناء ونضيف البهارات والشطة والثوم والملح ونقوم بالتقليب جيدا. نترك الدجاجة ثم نغطي الدجاجة كلها بالتتبيل، نقوم بإدخالها إلى الفرن حتى يتم النضوج. طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم: ويمكن أيضا أن نقوم بعمل طريقة عمل الفراخ المشوية في البيت في الفرن بالصور على الفحم، حيث تعد طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم من الطرق التي تعطى للدجاج طعما متميزا، كما أن طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم قد تأخذ وقت أطول في الاستواء لأن الفحم ليست ناره بالقوة الخاصة بالفرن أو الشواية. مكونات وصفة الفراخ المشوية على الفحم: 2 كيلو من الدجاج المقطع، 2 ملعقة من الملح، 5 فصوص ثوم المهروس، 1 ملعقة كبيرة بهار الكاري، 1 ملعقة كبيرة بابريكا، 1 ملعقة فلفل أسود، 1 ملعقة من الكمون، بهار الدجاج، 5 حبات طماطم، 5 حبات بصل، 1/2 كوب زيت زيتون جيدا ونضعه في إناء كبير. نضع زيت الزيتون والثوم والبابريكا والفلفل الأسود والكمون والملح وكذلك بهار الدجاج والكاري في إناء ونخلطهم جيدا. نقوم بتتبيل قطع الدجاج بالبهارات ونتركها في الثلاجة لمدة يوم كامل. نقوم بتجهيز الفحم في كانون ونضع عليه الجاز ليشتعل. نضع الدجاج على شبكة من الحديد ونضعه على الفحم بعد أن يحمر. يتم تقليب الدجاج على الفحم من فترة إلى أخرى حتى تستوي جميع جوانبها ونقوم بتقديمها للطعام.